رح نحكي بعد عن العطر، كلنا منحب العطور. هيدا زيت لواندا خزامة، كون صاح وحده يعني صادق، صاروا بتار الكذابين وقليل الصادقين، بس بيضل فيه بحط فيها مي لو اجت على الاكل، لانه الخزامة فينا نكلة، بحط فيها مي وبعطر البيت. ما برش بالبيت للصراصير وهيك، ما بدي اقتلهم، ولكن في عطر منحطه ما بيجوز هني لقلون، وهالعطر محطوط منه موجود بلبنان وبالأم العربية، بس بيتركب من الهند بالصين باليابان، بيعرفوا كيف يخلطوا عطورات حلوة للإنسان وما بتخلي الحشرات تفوت، كتير حلو. آخ يا ريت فيني أبعت لكم هيدي خلطة بالمكسيك برا، حطوا فراغرنس بتفوت. ما فيني لكم للتياب لكل شيء. كيف بتحطوها؟ بتولعوا فحمة وبتحطوا وبتبخروا البيت، ولكن هالفحمة ما تكون اصطناعية أبدا. لو قال لك هشغل أمريكا شغل هولندا ما تصدق كلهم. ويلي بتحطون على الأرجيلة كمان انتبهوا، شيلوا الألمنيوم وحطوا تنبك ما يكون معسل، هيدي كلها أدوية حتى يزيد سرطان الرئة. جيبوا تنبك طبيعي من بلدك، كل أهلنا كانت تزرع تنبك، وهيك الدخان، وهلأ في دخان اسمه سبيريت وغير أسماء معمول من الأعشاب، بتعطر البيت وبيكون عم بينفخ هيك، وكلنا منلاقي الحلوة العطلة يعني. والورق معمول ما في رصاص ولا فلتر، ساعتها بتتعود. بدك شي حامي، بدك حلمي ما رضعت من امك، وفي شي نرفزك ما في الا السيجارة بتحرق وبتحرق بتحرق وبتحرق بتقتل غيرك، لا اعملوا مثل من زمان الورقة بالريق، ما بقى في ورق كله رصاص. فاذا انت بتعمل الدخان من اشياء المواد الطبيعية زي زفون، زي اشياء انت ريحتها حلوة كل هالاعشاب. هلا هون كمان شو بتعمل؟ هيدي بنحط فيها زيت، اي زيت من العطر اللي انت بدك اياه، ومنولعها. كمان هالشمعه طبيعيه، للاسف بلبنان رخيص الشمع بس كله نعم. هيدي بتجيبوها من برا، وفي عندك قنينة على كل العطورات بتجيبهم وبتحطهم، بتحط مي وبتحطها بنقطة المي. انت بتنقي العطر اللي بتحبه، مثلا انا بلبنان بنقي عطر الارز، بنقي الغار، انت الخزامة، صندل حلو كتير، مزهر، مورد، انت شوف يلي من بلدك مما يليك، حتى يكون في تناغم بينك وبين هالتراب، بينك وبين هالارض، حتى لما الجسد بيرجع لهالارض يكون عنده نفس العطر والطعام والطاقة، هالفايبريشن، طاقة الطيف النوراني، إثيريك بادي، هون حينزل. مش بس التراب، ترافقك في ملايكة بترافقنا، بس إن هيك بالمسيحية بيضلوا يعملوا ذكرى 3 أيام و7 أيام و40 يوم وعلى سنة، بالإسلام 3 يوم خلص معناته راح على البيت. لا تعيطوا له بقى، بكرة بعلم الروح بنحكي، كل واحد في يشوف أهله وينني، ولكن تكون مطرح مهني وانت اشتغل
كفي الطريق مثل ما بدك تعمل. بحب هلأ في هون هيدا قدرنا ناخذ ولو فكرة عن هالبيت الصغير، عن هالمطبخ الفخار يلي محطوط فوق كلهم. ليش هيدي إلها تلات عيون؟ شو هي هيدي؟ مش بس للزينة، هو كله للطبخ ومنحط فيهم مي وما فيهم مادة كيماوية أبدا مثل الفخار يلي من كل بلد. كل الفخار اللي بتشوفه لحن الفخارات يلي فوق، حتى اللي في وحدة منهم مكسورة جبتهم معي من أمريكا شحن. بس تحطوا مي فيهم، المي بتبقى كتير قوية. بس الزريعة اللي تعبانة بالمي يلي فيها بهالفخارات بتلاقيها رجعت صحيت. رح فرجيكم برا بالمدخل شو في هون، بس مدخل البيت بالبيت. هيدي مراية بس تدخل على الباب بتلاقيها، ومراية صغيرة مثل هاي هلأ بحطها وبنقعد وبخبركم شو فيكن تعملوا. اسمها ميرور جيزينج، كيف تطلع بالمراية وكيف بتحكي حالك ووين بتروح وبتجي. سو بس نفتح البيت في مراية برا وفي مراية جوا. بتفتح الباب إذا نويك منيحة بترجع لك أضعاف، وإذا نويك سيئة بترجع لك لألك. ما بتفوت النوايا السيئة على البيت. هيدا بيته، أنا بقول له يا صاحب الدار نحن كلنا ضيوفك. فإذا المراية إلى علم، وشو محطوط هون؟ عين زرقاء، عين زرقاء وهيك هيدي، هون كلمات لالله، كلمة للمسيح، هون الحلزونة اللي عاملينها رهبات بيعرفوا بهالعلم وبهالسر بيعيشوا مع الخرس ومع هيك. يعني بهمني أنا أكون مع ناس أخدمهم يلي عايشين مع هالمعافين. وهون بتشوفوا إلا كل الكاسيتات يلي موسيقى زريعة أوشو جرجاف اللي أنا بحبهم. وهون صورة من الطبيعة، وهون هيك بيت صغير. يعني شو بتلاقوا كل شي عندي إلو معنى بحياتي. لحي هيك أنا جرس. وهون اللي عاملين هيدي طبعا طاقة السحر موجودة، نصف بالقبور. لك شو حلوين هودي الهيلوغرافيكس الأحرف، هيدي كمان مهمة كتير للسحر. نصف بالقبور ماتوا من السحر. هيدي نبتة بتطلع ببلاد الشام، تنفخها وتحط الخيط وفويكي. هاي ليك شو مكتوب هون؟ ورك، اشتغل، ما في حدا عم بيدفع لك وانت منك بحاجة. حب، ما في حدا بده يحبك، بالعكس حب حتى اللي قهروك. رقص، ما في حدا عم بيشوفك. غني، ما حدا عم بيسمعك. هيدي اشياء هيك حلوة. هودي كلهم وراء بيحطون اللي المعاقين وبيعملوا منهم لوحات. وهون هيك الجزادين، وإذا بعطيك حدا غرض بحطه بكيس مرتب، مش يلا كتاب بلا شيء من كبون، لا. وكل كلمة هون في سلة كمان بيعملوها هني، وكل كلمة بدي أقولها بدي أقراها على التلفزيون بحطها، بعرف إنه هيدي السلة بدي أخدها معي. بصير بحضر حالي شو بدي أقرأ لكم. وأنا البرنامج قلنا كلنا هون الكوي، أنا بغسل ليلى بتكوي. وهي المرية معي ورح أقعد هلأ بالبرنامج ونشوف مرآة المؤمن. شوفينا نعمل بالمرايه.